شريان الحياة بالنسبة للنوبة، وأهل النوبة كانوا مرتبطين بيه جدا وما زالوا حتى الآن ارتباطهم بالنيل. لازم العرس ما يتمش غير بزيارة العروسة والعريس وأهل العروسة وأهل العريس للنيل، ولازم تستباركوا، وكان دايما بيستباركوا بيروحوا بيعملوا حاجة اسمها المديد أو بياض الإيد، ولازم تاكل منه الملايكة. وبياض الإيد ده عبارة عن دقيق بيتعمل بالمية ويتحط له حاجات معينة ويتحط له عسل أو سكر وياخدوا منهم، وفي البعض منهم بيعمل الشعرية، الشعرية البلدي اللي بتمتاز بيها أهل النوبة، وبياخدوا الأكلات دي ويروحوا بالعروسة ويستباركوا، ويبقى معاها اللبن، وتاخد العروسة والعريس ويبتدوا يغسلوا وشهم من النيل، وتبتدي العروسة تشرب اللبن ويتشرب العريس، ودايما بتبقى أم العروسة اللي قايمة بالدور ده، وبعديها بيدوقوا من المديد ويبتدوا يرموا للملايكة، وبعد كده لكل المعازيم والبنات اللي متجوزوش بيبتدوا ياكلوا من المديد نوع من نوع الاستبراج. وتبتدي برضو الضفوف على نهر النيل يبتدوا يغنوا بالأغاني النوبية الجميلة وباللهجة النوبية الجميلة على ضفاف النيل، وتستمر بضع ساعات كتير على نهر النيل ولغاية ما يبتدوا دعواتهم تنتهي. بعد كده تبتدي الليلة، ليلة العريس والعروسة. كان زمان العريس والعروسة في النوبة القديمة ما بيشوفوش بعض. بعد كتب الكتاب العروسة كان بتلبس زي الفرح بتاعها والعريس بيلبس زي الفرح بتاعه. زمان قبل مظهور البدل والكلام ده كان العريس بيلبس حاجة اسمها العراجي، وهي عبارة عن جلابية خفيفة جدا بيضة أبيض، ودايما كان كل حاجة بيبقى بيضة عندهم. حتى البيوت، بيت العريس لازم يتلون والعروسة أو بيت الأهل، لأن في الفترة دي كان العريس والعروسة بيسكنوا مع أهل الزوجة، والأسباب عديدة. في كان بيقولوا إن هو علشان ما تحصلش، لو حصلت في بداية الزواج تحصل مشاكل، لما يبقوا في بيت العروسة الأم والأب دايما بيحابوا على بنتهم وبيلموا الموضوع جدا، وعشان ما يبقاش فيه خلاف. وفي ناس بتقول دايما علشان توفير المصاريف على العريس والعروسة في الأول، وما يبقاش فيه عبء مادي لغاية ما يبقوا يقدروا يقفوا على رجليهم، وممكن يقيموا سنة أو سنتين. وحتى لغاية وقتنا هذا في البعض منهم بيعملوا كده، واللي مش بيعمل كده لازم يدخل في بيت والدته الأول وبعد كده بيرجع إيه شقته. وهنا بتبتدي الليلة، العريس بيلبس عندنا حاجة اسمها العرائي وبنطلون لونه أبيض، وبيلبس الهلال وحاجة للحسد بتبقى لونها أحمر تتربط في الإيد، وبيلبسوه هلال وأحمر في راسه، دي كلها بخوفا عليه من إيه تصيبه أي عين أو تصيبه حسد. والعروسة شرحها بتلبس اللبس بتاعها الزي برضو النوبي، ودايما كان زمان قبل ما يبتدي فيه بقى فيه فستان فرح، كان بيبقى فستان بسيط عبارة عن طوب أبيض جميل، وبتلبسه بالإكسسوارات بتاعتها النوبية الجميلة اللي اتكلمنا عنها. وبتتم الليلة وبتفضل العروسة في مكان والعريس في مكان. وفي بعض كان زمان بيحكوا ان بتبقى الموضوع ده لمدة يومين او ثلاثة العريس والعروسة ما بيجتمعوش، وبعد كده بيجتمعوا في بيت ام العروسة. لكن طبعا مع اختلاف الزمن ابتدت العادات دي بتختلف. اللي قدرنا نحافظ عليه ان احنا طبعا ليلة الفرح بيبقى لها مراسم خاصة جدا بعد ليلة الحنة، وكان ليلة الفرح يبتدي تجتمع كل الاقارب. ويمكن دلوقتي في النوبة بعد ما كان ابتدت بناء السد في نوبيين كتير اتهجروا وعاشوا في القاهرة واسكندرية، الا ان كله محافظ حتى الان ان لما يبقى في فرح كل الاهل لازم تتجمع، سواء اللي في اسكندرية واللي في القاهرة واللي في اسوان، لو الفرح في القرية ولو هنا موجود لازم كلهم يتجمعوا. ودايما اهل النوبة بيحافظوا ان يحددوا مواعيد فرحهم على الناس اللي في الخارج، يمكن اهل النوبة اغلبتهم في الخارج، وبيتم تحديد الفرح على وجود اخو العروسة لو في الخارج، اخت العريس كده، لازم يبقى في تجمع، لان اهل النوبة دايما بيحبوا يبقوا مجتمعين في الفرح وفي الحزن. ويمكن دي من الصفات اللي لغاية دلوقتي محافظين عليها اهل النوبة، صلة الرحم والمحافظة ان هما بيبقوا في افراحهم واحزانهم مع بعض. وتبتدي ليلة الفرح بالرقص وبالاغاني والجميلة والتراث، وبيبقى الستات الاراجيب، ودي الرقصة بتاعت الفاجيكات، بتبقى الرجالة عبارة عن صف منتظم. حتى الرقصات النوبية المجتمع النوبي يحب النظام جدا وبيحترمه، رقصاتهم في عاداتهم في تقاليدهم
دايما الست النوبيه بتبقى عباره عن صفوف 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 وصفوف مقابله ليها من الرجال، وبعديها الاراجيت بتبتدي صف الرجال يرقصوا على الاغاني النوبيه وصف السيدات، وتيجي فقره اللي بتنزل في النص الست واسمها الفري. الفري جايه من الست هما بتفر بقى، تبتدي ترقص في النص وكانها فراشه بالالوان الجراجير النوبيه الجميله، وتبتدي رقصه الفري في النص، ودايما بيكون وسط العريس والعروسه بترقص، وبتبقى من اجمل السيدات وفيها رشاقه جدا، وبترقص رقصه الفري دي عباره عن ان هي بترفع رجلها الشمال بتبقى نص رافعه والرجل اليمين ثابته على الارض مفروده، وتبتدي تفر في الوسط ايه الفرح، ودي رقصه الفري. والكنوز برضو ليهم عاداتهم وتقاليدهم وليهم رقصاتهم بشكل معين، وبرضو ده كلها بتجتمع في الفرح، بس ما بيختلفوش في ان الليله كلها لازم يجتمعوا نسائهم وسيداتهم واطفالهم، وتبتدي هنا الليله مستمره والمطبخ النوبي مستمر.